ازيكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. وانا النهاردة هقدم لكم شوية نصايح، وكمان في وصفة البانكيك. الامر شوفني انا ريم باكل صحي. واذا عجبكم الفلوج اشتركوا عن طريق زرار السبسكرايب، تعملوا شير واللايك عشان ده بيدعمني كتير جدا. كل المقادير اكتبها لكم على الشاشة. هستخدم هنا بانكيك بس مليان بروتين، اكتر نسبة فيه هي البروتين، طبعا فيه كارب من الموز والشوفان، لكن الوصفة دي انا بحبها جدا، باكلها قبل ما اعمل رياضة بساعة لربع تقريبا، بتديني طاقة غير طبيعية من الكربوهيدرات والبروتين، وكمان ممكن تكفيها بعد الرياضة، مغذية ومليانة بروتين وكارب مفيد. كل المكونات بتحطوها في الخلاط. انا هنا استخدمت معلقتين من بياض البيض، لكن ممكن تستخدمي بدلها حليب لو ما عندكيش، او تفصلي الصفار عن البياض، او لو ما بتحبيش البيض تستخدمي حليب بداله او زبادي. وانا هنا كنت عايزه اصور لكم وانا بسويها، لكن الكاميرا قطعت وانا ما اخدتش بالي. انا عملتها بانكيك كبيره زي كريب كده، تغيير واسهل في السوا بصراحه، اسهل بكتير. وحطيت عليها فراولة وزبادي. عموما كل حاجة والماكروز، يعني ماكروز دي هي النسب الغذائية من نسبة البروتين والكربوهيدرات والدهون الموجودة في الفطار ده، هكتبها لكم على الشاشة عشان تعرفوها اذا حابين تضيفوها ليومكم او تضيفوها لماي فتنس بال. عايز اكلمكم عن كذا حاجة النهاردة، وهي اكتر شكوى غير ان الناس مش عارفة تبتدي تعمل دايت. لكن اول حاجة ان الناس وزنها ثابت، الناس مش عارفة تخس، خست وزن معين ووقف. الناس في كتير بيقولولي ان هم بيقللوا اكلهم جدا جدا جدا، قليل عن اكل طفل حتى، ورياضة وجري ونط حبل وكارديو، ومع ذلك مفيش ما بيخسوش. اول حاجة انا عارفة انتوا اول حاجة هتبقى حاسة بايه. اول حاجة هتبقى حاسة باكتئاب، تاني حاجة بتبقى عاوزة خلاص تسيبي كل اللي بتعمليه وتروحي تجيبي جانك فود، او تهجمي على التلاجة وتروحي سوبر ماركت تجيبي شنطة مليانة شيبسي وشوكولاتة. عارفة الاحساس ده لان انا مرت فيه. اكتر حاجة اول حاجة عاوزة اقولها لك، ان عمر ما تقليل الاكل هو اللي بيخسس. تقليل الاكل بالعكس بيثبت الوزن وبيخلي الجسم في حالة ثبوت حتى لو قعدت فترة طويلة. ايه الحل؟ الحل هقوله لكم اخر ما اقول الحاجات اللي احنا ممكن نعملها وازاي ممكن نغير فيها. لازم تبقي عارفة لما بتاكلي قليل بعد فترة خسسان معينة، جسمك بيثبت لانه بيتمسك بكل العناصر دي في جسمه، مفيش حاجة تحركه. خاصة الناس اللي بتبقى خست وفضل لها 5-10 كيلو، 7 كيلو، 2-3 كيلو، بيبقى خلاص الجسم بيبقى صغير، فمفيش الدافع ان او مفيش الطاقة ان الجسم يتحرك ويحرق. غير الناس اللي وزنها كبير، الناس اللي وزنها كبير وبتخس، انت عندك فرصة كبيرة جدا وعندك ميزة لازم تستغليها، ان انت وزنك كبير، يعني انت اي رياضة واي اكل بتعمليه جسمك بالانرجي او الطاقة اللي بياخدها عشان يهضم الاكل ده بتحرق سعرات مش طبيعية بسرعة، بسرعة مش طبيعية. طبعا انا مش بتكلم بسرعة ان انا اخس بقى 15 كيلو في الشهر، لا، انا بتكلم بسرعة يعني بتلاقي ان عملية الخسسان بتمشي معاكي سلسة جدا، لو انت طبعا منتظمة في الاكل الصحي وفي رياضتك والكلام ده كله، غير ما بيبقى وزنه قليل. وده اللي انا وقفت عنده، ان انا كان وزني قليل ببقى عاوز اخس كيلو واتنين كيلو جسمي بتحركش. ايه الحل؟ لو وزنك تقيل امشي زي ما انتي وهتلاقي النتيجة سهلة ومريحة وماشية كويس جدا، لكن ما تقلليش اكلك ابدا. مش كل ما تخس تقولي لا انا هقلل اكلي علشان اخس اكتر. لو انتي بتعاني من ثبات الوزن، يبقى ثبات الوزن اللي انتي فيه احسن حاجة تعمليها ان انتي هتكتري اكلك. ازاي هتكتري اكلك؟ يمكن حد فيكو شافها او قراها بالانجليزي في فيديوهات او حتى عربي، اسمه ريفيرس دايت، بس مش عايزه اصعبها عليكو، اللي هو انت بترجعي بالدايت من اول جديد. ايه الحلول اللي انت ممكن تعمليها؟
اول حاجة هتقللي الرياضة بتاعتك للنص. لو بتعملي 5-6 ايام في الاسبوع هتخليهم 3 ايام، النص. شوفي بتعملي قد ايه وقللي النص. حتى المدة لو بتعملي ساعة هتخليها نص ساعة او تلت ساعة كمان، وده علشان الجسم يبتدي يعمل زي ما يقولوا العداد، يبقى من زيرو اجين، يعني من صفر تاني. ده مش معناها ان هترجعي من صفر هترجعي لوزنك الاولاني، لا، بس الجسم يرتاح، يعني يبتدي يحس ان هو اتغير حاجة فيه، علشان لما تبتدي من اول جديد يبتدي يتحرك. تاني حاجة هتزودي سعراتك الحرارية. لو بتاكلي اقل من 1200، وانا عارفة ان في كتير بيعملوا كده ورسائل كتير بتقول الموضوع ده، هتبتدي تكتري، لكن مش مرة واحدة، هتكتري من 10-20% كل اسبوعين ثلاثة، يعني تقريبا 100-150 كالوري على التكليف كل اسبوع تقريبا، وتراقبي جسمك. لكن طبعا تزودي كربوهيدرات وبروتين مش دهون، لان احنا مش عايزين نزود نسبة الدهون في الجسم، ويبقى الزيادة بطريقة صحية زي ما انت ماشية، دي اهم حاجة. وكمان حاولي ان انت لو مقللة الكربوهيدرات قوي تكتري الكربوهيدرات، لان الكربوهيدرات على فكرة بيساعد على الحرق والخسسان جامد جدا، بالذات لو بتشيلي اوزان او بتلعبي رياضة. تالت حاجة هتقللي الكارديو. لو بتلعبي كارديو اللي هو الجري والنط، عارفين الرياضة اللي ما يعرفهاش اللي هي بتقطع النفس، يعني مش بتقطع النفس، يعني اللي هو فيها جري ونط وبتعرق جامد وبتعمل رياضة جامد، هتقلليها خالص، تخليها مرة في الاسبوع. الكلام ده هيبقى على مدار اسبوعين ثلاثة اربعة حسب ما جسمك يستجيب. هتعمل الموضوع ده، هتخلي الكارديو مرة في الاسبوع. لو بتشيلي اوزان هتخليها زي ما هي، لان عشان ما تخسريش العضل اللي انت بنتيه، لكن هتقللي النص، وهتخلي البروتين زي ما هو والدهون، لكن يمكن تزودي شوية سنة البروتين والكربوهيدرات، هو اللي كمان هتزودي اكتر زي ما قلتلكوا في النقطة الاولى. دي حاجات هتخليكي تبني عضلات صح، هتخلي جسمك يتحرك لغاية طبعا ما توصل للكالوريز المطلوبة. مفيش حد بيعمل دايت في وزن طبيعي او النسبة الاكبر بياكل اقل من 1200 كالوري، مش اقل من 1500 كالوري. انا عن نفسي باكل دلوقتي من 1900 كالوري ل 2000 وكسر كالوري، ده لان انا بلعب نوع من انواع الرياضة دلوقتي اللي هم بيسموها التقيل، فجسمي بيحتاجها. فلازم تبقى عارفة ان البنزين بتاع جسمك هو الاكل. هتاكلي اكتر، هتحرقي اسرع، هتخسي دهون اكتر، لكن بالطريقة والخطوات اللي انا قلتها هتزودي بطريقة صحية بشويش لغاية ما توصلي. لو بتاكلي اقل 1200 كالوري هيبقى 1500، الكارديو هيقل، ده اهم حاجة. خلي الموضوع ده، خليكي صبورة، لازم تستني على النتيجة بعد ما توصلي للكالوريز اللي جسمك محتاجها، لكن لازم تستني كمان 3-4 اسابيع عشان تشوفي النتيجة. ما تشوفيش النتيجة من اول اسبوع على الميزان، سيبي الميزان خالص، استني شوية لغاية ما جسمك يبتدي يشتغل تاني ويبتدي يضبط كل الاكل والسعرات جواه. ولو انت ماشية على ماي فيتنس بال او اي برنامج فيه ماكروز، حاولي تخلي الماكروز بتاعتك زي ما هي، يعني بالضبط زي ما هي، يعني مش يوم الدهون تبقى مثلا حاجة و30 كيلو ويوم الدهون تبقى 8 او حاجة و60 مش كيلو سوري جرام. خلي الدهون والبروتين والكربوهيدرات الجرامات بتاعتها الى حد ما ثابتة او متقاربة، عشان اليوم طالع ونازل ده بيخليكيش تستني النتيجة اللي انت عاوزاها. يا رب يكون كلامي مفيد للناس اللي كتير بتشتكي من ثبات الوزن، مش عارفة تخسر 5-6 كيلو اخرانيين. الموضوع ده جدا مفيد، حتى لو مشفتش النتيجة على الميزان انت هتحس بجسمك انه خفيف، هتحس بجسمك انه تغير. شوفي جسمك، شوفي مقاسات جسمك، شوفي اللبس على جسمك عامل ازاي، كل ده هيأثر معاكي. لازم تعرفي ان انت لو اقتنعتي بالكلام ده كويس،
يعني في مخك كل ده هيتغير، هتقدري تعمليه. والناس اللي كتير برضو بيبعتولي مش عارفين يبتدوا ازاي ياكلوا صحي، اكيد هتلاقي نقطة تبتدي منها. لاقي النقطة دلوقتي تبتدي منها، والاستمرار هو الحل. وقولولي انتوا عاوزين اكلمكوا بعد كده في ايه مواضيع، اكتر مواضيع عاوزين اكلمكوا اكتبولي تحت في الكومنت، لان اكتر حاجة هتكتبوها لي هي اللي هتكلم فيها المرة الجاية. وجربوا الوصفة اللي انا حطيتها دي، لو بتلعب رياضة او ما بتلعبيش رياضة ده يمكن يشجعك تلعب رياضة. البروتين بانكيك دي، لان انت لما تفطري او تتغدي او تتعشي وجبة صحية مشبعة كبيرة شبعتلك بطنك جامد، مش هتنقنقي، مش هتاكلي سناك ما بين الوجبات. وهو ده المهم، لان على فكرة السناك والحاجات الخفيفة دي انتوا مش متخيلين ممكن تلملكوا 2000 كالوريز كده في اليوم. حتى لو هم صحيين، حتى لو السناك دي صحية، ممكن تلملك 1500 كالوريز او ممكن او 900 كالوريز زيادة على اللي انت محتاجة تحرقيه ومحتاجاه لجسمك، فممكن يتخنك ويقلب حاجة عكسية. فده مهم جدا انت تاكلي اكلة مشبعة زي الفطار اللي عملته، فطار مغذي مشبع كبير يخليك تبتدي يومك بعد كده وتتحركي بكل سهولة. اكتبولي تحت في الكومنت واكتبولي ايه اكتر حاجة انتو بتحبوا تفطروا بيها قبل الرياضة او تاكلوها بعد الرياضة، اكتبولي تحت في الكومنت، لان ده سؤال النهاردة. وشكرا ليكم، هاني البلوك النهاردة دلوقتي، واقول لكم مع السلامة.